السلام عليكم طلابنا. المحاضرة الثانية هي عن التانينز. احنا بالمحاضرة الأولى حكينا عن الريزنز، قلنا الريزن هي ناتشرال برودكتس تختلف عن الجامز اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى أو بداية الكورس، تختلف بشكل أساسي بالسوليوبوليتي. الريزن تكون انسوليوبل ان ووتر، بينما الجامز تكون سوليوبل ان ووتر. فهي من ناحيه المظهر ما يختلفن، او ما حد يقدر يميز بينهن بالمظهر، لان كلهن عباره عن اشكالهن تشبه يعني الكهرباء. او شفتوا اذا تتذكرون بالمحاضره الاولى عباره عن اكزيوديت، ماده مفرزه من جذع الشجره، فما يبين مظهرها هل هو ريزن او هل هو جام. بس اللي شلون نعرف من خلال السوليبلتي ان ووتر. زين، وقلنا انه الريزنز بما انه هي هيدروفوبيك او مذوب بالماء، تحافظ لنا على الانسجه الطبيعيه، ولذلك لقينا بها مثلا حشرات او كائنات حيه صاير لها موميفيكيشن او تحنيط او متحنطه، شلون المومياءات المصريه. وكذلك جزء من المواد اللي استخدموها المصريين القدماء هي التانينز لحفظ المومياءات او الفراعنه. فالتانينز شو تسوي هاي المركبات؟ احنا اخذناها بالعملي، فاليوم راح يعني نتطرق لها بشكل شويه موسع، بس بشكل عام المحاضره يعني راح تكون اقل من المحاضرات السابقه اللي احنا اخذناها عن الجلايكوسايز. فشنو هاي المركبات؟ لازم نعرف من الناحية الكيميائية شنو هاي المركبات وتعريفها واستخداماتها والناتشرال سورسز مالتها، وين موجودة، وين نلقاها، واستخداماتها. زين، فمثل ما تشوفون احنا بالتانينز جلود الحيوانات يستخدموها بصناعة مثلا different products، مثل الملابس، مثل الجلود مالت السيارات يعني كفرنيتشر. فبشكل عام ليش هاي السكن هذا جلد مات الحيوان ما يصير ديكومبوزيشن؟ يعني بس لما اذا مات الحيوان بشكل طبيعي يصير ديكومبوزيشن، وما يبقى بالنهايه غير هيكل عظمي، وحتى الهيكل العظمي بالنهايه راح يتفسخ ويصير له ديكومبوزيشن ويختفي. فشنو سبب انه بقاء هاي الانسجه بالرغم انه الكائن الحي اذا ظروف طبيعيه يصير لديكومبوزيشن؟ السبب يعود الى انه استخدام المواد الدباغيه التانينز، فهي جايه من تانينج اللي هي عمليه الدباغه، فلهذا السبب يسحوا لها تانينز. زين، فهي شنو هاي التانينز؟ التانين جايه من كلمه فرنسيه French word tannin، معناتها tannin substance and used for a range of natural polyphenols. يعني شنو؟ انه هاي المصطلح هذا يستخدم للاشاره الى يعني العديد من المركبات اللي هي من ناحية الكيميائيه تسمى polyphenols. زين، tannin are complex organic non nitrogenous plant products which are generally have astringent properties. يعني هاي المركبات التانينز هي من ناحية الكيميائية معقدة من ناحية الكيميكال ستراكشر، وهي بولي هيدروكسي فينولز، يعني كهي مركبات فينولية، والمركبات الفينولية مثل ما تعرفون بها أروماتيك رينج، زائدا عندنا هنا أنا هيدروكسيل. بما أنه بولي فينولز معناته أنه هي متكونة من أكثر من حلقة بها فينول، أو والفينولات هذه بحد ذاتها بها أكثر من هيدروكسيل جروب. هذا البيسك كيميكال ستراكشر. زين، بالنهاية هي نان نيتروجينوس، ما بها نيتروجين. زين، فهذه المركبات there is no nitrogen.
مثل ما قلنا لكم astringent properties معناتها انه اذا تفاعلت ويا البروتين راح يسبب لنا بروتين precipitation. شنو يعني astringent؟ معناتها هاي المركبات اذا تفاعلت ويا البروتين، البروتين سواء اذا صار عندنا skin injury, burn, any condition, sore throat, اي injury يصير به exposed tissues راح يصير عندنا راح يصير release for proteins. ف astringent properties معناته انه هاي المركبات تتحد ويا البروتينز وراح تسوي لنا بروتين precipitation. زين راح يترسب البروتين، يصير عندنا طبقه من البروتين وبالتالي تعطينا protective effect. هذا التأثير هو نفسه إذا استخدمناه بالحيوانات الميتة، يعني اللي هي dead animals، مثلا استخدمناها بالجلود مالتها راح يسموه التانينج إفكت. يعني هو نفسه بالإنسان أو بالكائن الحي يسحوا له astringent إفكت، والكائن الميت يسحوا له تانينج إفكت. هو بالنهاية دي يصير عندنا بروتين بريسيبيتيشن. Then these compounds comprise a large group of compounds that have that are widely distributed in plant kingdom. يعني هاي المركبات التانينز هي موجودة بأغلب النباتات. The term tannin first used by Seguin in 1796 to denote a substance which have the ability to combine with animal hides. Animal hides معناتها animal skin، جلد الحيوان يسحوا له animal hide، to convert them to a leather اللي هو الجلد، which is known as a tanning of the hide. According to this, tannins are substances which are detected by a tanning test due to the absorption on standard hide powder. This test is known as gold beater skin test. فواحدة من الكيميكال تيست اللي يستخدموها حتى نعرف انه النبات بي سكن بي تانن لولا، انه نجيب الباودر اوف سكن. ستاندرد هايد باودر، الهايد باودر هو شنو من شنو يتكون؟ قلنا الهايد معناتها جلد الحيوان، فجلد الحيوان بي كولاجين. هذا الكولاجين او جيلاتين، زين بالحالتين هو عباره عن بروتين. زين فاذا هذا البروتين تفاعل ويا التانن راح يكون بوزيتيف تيست، راح يطلع عندنا او يعني هذا بوزيتيف ساين انه هذا الـ النبات بي تانينز. فاسم التيست هذا هو جولد بيتر سكن تيست، انه يجيبون الانيمال سكن باودر ويشوفون يتفاعل ويا النبات لو لا. فاذا تفاعل معناته موجود عندنا تانينز. زين شلون نصنف التانينز؟ عندنا تصنيفين. اول تصنيف هو حسب الجولد بيتر سكن تيست، يصنف التانينز الى بوزيتيف، العفو يصنفها الى ترو تانينز او سيدو تانينز، التانينز الحقيقيه او الكاذبه حسب النتيجه اللي تطلع من جولد بيتر سكن تيست. عندنا two type of classification according to the gold beater skin test، اللي هي اما تكون عندنا tannins true tannins او pseudo tannins. اذا كان النتيجه اذا استخدمنا gold beater skin test اللي هو عباره عن بروتين اذا اتحد ويا التانن، بهاي الحاله راح يصير عندنا positive. اذا كان خلينا السكن باودر او البروتين خليناه على البلانت ماتيريال وما صار عندنا هنا partly retained by hide powder and failed to give the test called
pseudotannins. Then, true tannins have high molecular weight compounds. يعني وزنها جزيئي كبير جدا. These compounds are complex polyphenolics which produce bipolymerization of simple phenols, polyphenols. إذا تذكرون إحنا بالمحاضرة الفلافينويد قلنا لكم إنه الفلافينويد نيوكليوس إذا واحدة راح يصير اسمها فلافينويد، بينما إذا اتحدت زين هذا واحدة اسمها فلافينويد. بينما إذا صار عندنا بوليمر إنه أكثر من واحدة ارتبطت واحدة بالثانية، هذا هاي الحالة راح يصيحوله تانين. إذا شوفون هاي N معناته إنه هاي N number معناته إنه هاي اليونت متكررة مثلاً 100 مرة أو 1000 مرة. فبهاي الحالة راح يصير عندنا هاي مولكيولار ويت وزنها الجزيئي عالي جداً زين، زائداً إنه هي تكون يعني filled with hydroxyl groups، هي polyphenolics. They may form complex glycosides or remain as such, which may be observed by their typical hydrolytic reaction with acids and enzymes. يعني هاي هنا المركبات غالباً إما تكون glycosylated or non-glycosylated. إذا صار لها glycosylation غالباً ما يصير glycosylation at this site. هاي الهيدروكسيلات اللي هنا أنا يصير بيها الهيدروكسيليش الجلايكوسيليشن، هذا وهاي المنطقة يصير عندنا الجلايكوسيليشن. فممكن يصير لها جلايكوسيليشن وممكن يصير لها هيدروليسز، نفس الشيء يعني إذا صار لها جلايكوسيليشن صارت الجلايكوسايز، والجلايكوسايز نقدر إحنا نسوي لها ديكومبوزيشن باي بويلينج وذ مينرال أسيدز أند إنزيمز. Another type of classification اللي هو الكيميكال كلاسيفيكيشن. هسه احنا قبل شويه حكينا على جولد بيتر سكن رياكشن، اذا يتحد ويا التانين هذا البروتين او ما يتحد، فبهاي الحاله هذا اول نوع من الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الثاني هو حسب التانين من الناحيه الكيميائيه، هل هو هايدرولايزبل اور نون هايدرولايزبل اور كوندنس تانين. ف احنا شرحنا لكم بالمختبر انه قلنا الهيدرولايزبل تانينز ليش سميناها هيك، لان هي بعد فتره من الزمن يصير لها كومبليت ديكاربوكسيليشن انه او كومبليت هيدروليسيس. شو يصير يعني اذا مثلا عندنا هنا هذا الجاليك اسيد ورا فتره نلقى صار له ديكاربوكسيليشن انه هاي الكاربوكسيل جروب يفقدها الجاليك اسيد، وراح يطلع عندنا البايروغالول. لهذا السبب احنا قلنا لكم انه نسميها بايروغالول تانينز، هذا اسم القديم لها. البايروغالول هذا هو الكيميكال ستراكشر اللي بيه ثلاث هيدروكسيلات يسحله بايروغالول. As the name implies, these tannins hydrolyzable by mineral acids or enzymes such as tannase. زين ورا فتره راح يصير لها تحلل غالبا بواسطه انزيمات أو حتى spontaneously مثل بحالة الجاليك أسيد بواسطة إنزيم مثل إنزيم التانيز أو mineral acids. Their structures involve several molecules of polyphenolic acids such as gallic acid, hydro hexa hydro diphenic acid اللي هو هذا اللي هو أو اللاجيك أسيد اللي نفسه يعني هذا الاسم bounded through ester linkage to central glucose molecule مثل اللي هو التانيك اسيد. التانيك اسيد يكون binded to central glucose molecule. التانيك اسيد هو نفس الجاليك اسيد بس شنو عندنا مرتبط بجلوكوز. On the basis of phenolic acids produced after the hydrolysis, they are further categorized under gallotannins composed of gallic acid or lagotannins, which contains hexahydrodiphenic acid, which after enter esterification produce gallic acid, lagic acid. يعني
هاي المركبات نقدر نصنفها إلى غالوتانين اللي هي متكونة بشكل أساسي من الغاليك أسيد اللي هو هذا، أو اللاجوتانين اللي هي متكونة بشكل أساسي من الكوندنسيشن of both of two غاليك أسيد. هاي الغاليك أسيد إذا صار لها انترستريفيكيشن رياكشن راح يصير عندنا اللاجي تانينز. زين شلون يصير عندنا الانترستريفيكيشن؟ عندنا هنا هذه الكربوكسيل جروب، هاي الكربوكسيل جروب يصير لها كوندنسيشن ويا هاي الاو اتش فيفقد H2O، وهاي الكربوكسيل جروب كذلك تتفاعل ويا الفينول او الهيدروكسيل ويفقد H2O، فيصير عندنا هذا الاستر لينكيج، فيصير عندنا هذا المركب اللي هو اللاجوتانين. Hydrolyzable tannins are sometimes referred as pyrogallyl tannins, as the components of phenolic acids on dry distillation are converted to pyrogallyl derivatives. The hydrolyzable tannins are soluble in water and their solutions produce blue color with ferric chloride. فإذا تذكرون بالمختبر قلنا لكم أنه الفيريك كلورايد تيست يسوينا إما بلو كلر أو غرين دارك كلر، فالهيدروليزابل تانين تعطينا بلو كلر إذا ضفناها ضفنا له فيريك كلورايد، بينما الكاتشينز اللي هي النن هيدروليزابل تانين الموجودة بالشاي تعطينا غرين كلر. زين النن هيدروليزابل تانين أو كوندنس تانين هذا الاسم الآخر إلها، unlike previously explained group, are not readily hydrolyzable to simple molecules with mineral acids and enzymes. Thus, they are also referred to non-hydrolyzable tannin. ليش يسموها non-hydrolyzable tannin؟ لأن ما يصير لها hydrolysis لا بالأسيد لا بالإنزيمز لا وحدها مثل الغاليك أسيد. The term proanthocyanidines is sometimes alternatively used for these tannins. يعني هاي بعض الأحيان يصح لها proanthocyanidines tannins. The compounds containing condensed tannins contain only phenolic nuclei which are biosynthetically related to flavonoids. إذا تذكرون قلنا مثل الكاتشين المولكيول الموجود بالشاي هو متكون من بوليمر، وهذا البوليمر السمبل النيوكليوس الموجود به هي الفلافينويد اسمها الكاتشين. كاتشين which is also is found in tannin is flavan-3-ol whereas the leuco-anthocyanidines is flavan-3-4-diol structure. هذا هو الكاتشين الموجود بالشاي اللي هي النيوكليوس الموجودة بالشاي. إذا صار لها polymerization يصير عندنا الـ condensed tannin اللي هو ما يصير له hydrolysis. هذا الموجود بالأنثوسيانيدينز اللي هي بها بالموقع 3 و 4 عندنا كحول. The phenolics are frequently linked to carbohydrate or protein molecules to produce more complex tannin compounds. يعني هاي اللي هي non hydrolyzable أحيانا تكون مرتبطة ويا كربوهيدرات أو بروتينات وراح تنتج لنا مركبات أكثر تعقيدا. When treated with acid or enzymes, they tend to polymerize, yielding insoluble red color products known as flavophenes. طبعا هاي المركبات قلنا إنه بما إنه هي ما يصير لها تحلل الأسيد أو إنزيم بالعكس يشجعها أنه يصير لها تعقيد أكثر، مو يعني not hydrolysis but either rather polymerization، أنه بالعكس تتعقد أكثر وتصير مركبات أكثر تعقيدا إذا أضفنا لها أسيد. والمنتج راح يصير عندنا اللي هو اسمه الفلوبافينز. طبعا هاي الفلوبافينز هاي red color dyes هم يستخدموها بالدجل والشعوذة والخرافات، أنه بعض الأحيان إذا صار لها رطوبة تبدي الستاشيوز كذلك تبدي يعني bleeding or يعني صار لها كأنه يفسروها كمعجزات. فإذا
هاي المركبات قلنا عكس الهيدروليزابل. الهيدروليزابل يصير more simple molecules، هذه لا يصير more complex molecules. ليش دي يصير more complex؟ لأن دي يصير لها polymerization. إذا خلينا وضفنا لها HCl أو acids. The flubafines give red characteristic color to many drugs such as zincona and a wild cherry bark. مثلا نبات السنكونة ليش مالته الخشب لونه أحمر؟ هو بسبب الفلوبافين. ونبات الكرز البري كذلك إذا شوفون جذع لونه أحمر هو بسبب هاي الصبغة. On dry distillation they yield catechol derivatives. Condensed tannins are also soluble in water. زين هذا السبب قلنا انه اذا لاحتها رطوبه هاي الاخشاب زين، خاصه بالتماثيل هاي اللي يدعون بها معجزات تعطينا الريد كلر. برودوس جرين كلر وذ فيريك كلورايد. زين حتى احنا مثلا نقدر نكشف عن الدجل نقدر نضيف فيريك كلورايد، اذا تحولت الى لون اخضر معناته انه هاي المركبات او هذا البلد اللي هو دي نشوفه مثلا هو مجرد صبغه نباتيه عاديه يفرزها النبات. The families of plants rich in both of group of tannins include rosaceae, leguminaceae, and rubaceae and thiaceae. هي عائلة الشاي. طبعاً العائلات اللي ما بها نهائياً tannins مثل الكروسوفيريسي والبابافيريسي. ذن العائلات ما بها أو من الجا بها tannin. On other hand, they are told, يعني devoid of tannins اللي هي ما بها يعني. And the plants in which tannins are present they exert an inhibitory effect on many enzymes due to their nature of protein precipitation and therefore contribute to a protective function in barks and heartwood. ليش النبات يصنعها؟ لان هي تعطينا protective function against enzymes of مثلا microorganisms. فهذا السبب النبات يحتاجها ويصنعها كprotective measure. Acetotannins are simple phenolic compounds of lower molecular weight. ليش انه هي مترسب او مسوي precipitation للبروتين؟ لان هي هاي المركبات تكون من ناحيه الحجم او من ناحيه الكيميكال ستراكشر مور سمبل ذان الترو تانينز. They do not respond to gold beater skin reaction. Gallic acid chlorogenic acid are simple phenolics or the simple phenolics such as catechin are acetotannins which are abundantly found in plants especially in dead tissues and dying cells. Characteristics of tannins. شنو هي المواصفات او خواص التانينز؟ tannins are colloidal solution with water. يعني هي تكون محاليل غرويه ويا الماء. لذلك دا شايفين الشاي المغربي دائما يكون مغف بسبب انه او هم يحبوه هيك يشربوه لان انه التانن الموجود بالشاي يسوي رغوه. زين نون كريستالايز سبستانس هي ما يعني مركبات امورفس ما تسوي كريستالايز ستراكشر. Soluble in water, مثل ما تشوفون هو ذوب بالماء مثلا بالشاي. Except with high molecular weight structures, they are soluble in water, alcohol, dilute alkali, and glycerin. Sparingly soluble in ethyl acetate. Ethyl acetate is non-polar solvent. فبالتالي non-polar molecules like tannins are insoluble or slightly soluble in ethyl acetate, اللي هو non-polar solvent, like dissolved like. Insoluble in organic solvent except acetone. Molecular weight مالتها من 500 إلى 20,000 دالتون. يعني أوزانها كلش عالية غالبا. Oligomeric compounds with multiple structure units with the free phenolics group can bind to protein and form insoluble or soluble tannin. Protein complexes.
زين شنو استخداماتها الطبية؟ tannins occur and include drugs either as a major active constituent زين اما تكون بالدراج بالدراجز او الهيربال دراجز كمكون اساسي او تكون مكون ثانوي مثل ما موجود عندنا بنبات مثلا الكلوف القرنفل او البيبرمنت النعناع بينما تكون مثلا نبات الهماملس او الويتش هازل اللي يسحوا له نبات معروف هذا مشهور هذا النبات يكون خاصة الأوراق مالته تكون rich in tannins. In many cases, they are synergistically increase the effectiveness of active principles. شنو يعني إذا طبياً استخدمناها راح تعزز أو تسوينا synergistic effect. Synergistic effect هو التأثير التعاضدي أو التآزري إنه إحنا مثلاً إذا عندنا تأثير ما مثلاً 1+1=2 هذا فرضاً إذا الدراج يشتغل واحدة بهاي الطريقة بينما السينيرجيزم إنه 1+1 يصير عندنا 5 فهذا معناته إنه الدراج صار عنده more powerful effect because of the effects of another drug administered to the patient. Tannins are medicinally significant due to their astringent properties. هو أهم استخدام إلها اللي هو astringent effect. They promote healing, formation of new tissue or tissue on wounds and inflamed mucosa. لهذا السبب قلنا إنه لأنها astringent راح تتحد ويا البروتينات راح تسوي لنا طبقة من ال precipitated protein وبالتالي راح تحمينا من ال microbial growth or infection and will give us the opportunity to or give the injured area the opportunity to heal itself for tissue regeneration انه تتكون الانسجه براحتها زين tannins are used in treatment of varicose ulcers زين بحاله الدوالي مثلا الهيمورويد البواسير minor burns for spite as well as inflammation of the gums internally tannins are administered in cases of diarrhea خاصة مثلا احنا كلش معروف عندنا بالطب الشعبي انه الرمان يستخدموه للإسهال لان مثل ما تعرفون انه الرمان بي tannins اللي هو اللاجيك أسيد واللاجيك أسيد هذا راح يتحد ويا الميوكوزال ميمبرين راح يقوي الميوكوزال ميمبرين بالتالي وراح يتحد ويا الانزيمات اللي تفرزها البكتيريا مثلا وبالتالي راح يوقف عملها وراح يتحد ويا الفود راح يخلي الفود بالتالي less absorbable بالنسبة للمايكرو أورجانيزم الموجودة بالجي آي تي فهو بشكل عام راح يخلي الجي آي تي less well welcoming environment for these microorganisms فبالتالي راح يشتغل يعني كtreatment for diarrhea they are also used for heavy metal poisoning لأن احنا قلنا ال tannins كان complex ويا الميتالز فبالتالي ممكن تتحد او اذا واحد مثلا ما اخذ overdose of any heavy metal فهاي الحالة ال tannins ممكن تشغل as antidote مضاد للتسمم انه هي تسوي complexation ويا هذا الميتال وبالتالي تمنع الابزوربشن وبالتالي تحافظ على حياة ال patient In recent years, these compounds have demonstrated antiviral activities and treatment of viral diseases, including AIDS. فهذا واحدة من الأشياء يعني الاستخدامات البحثية أو يعني حالياً البحوث تقول إنهم شافوا إنه للتانز ممكن تكون antiviral effect وخاصة بالHIV. زين. فبما أنه إحنا قبل شوي قلنا لكم أنه تستخدم كأنتيدوت فور ميتال بويزنينج فبالتالي هي هاي المركبات غالباً تسوي كومبلكسيشن with metals فبالتالي إحنا لازم يعني كنصيحة لازم نعطي هاي المركبات أو مثلاً إذا إحنا عندنا patient ده يأخذ حديد أو عنده أنيميا فالمفروض ما يشرب شاي ويأخذ الايرون سبليمنت أو ما يشرب شاي ويأكل مباشرة مثلاً فود بي لحم لأن بالتالي راح يقلل الأبزوربشن مال هذا الايرون. Tannin are used for as a moderant dyeing, manufacturing of inks, seizing paper and silk for printing fabrics. هاي استخدامات صناعية مو كلش مهمة. It's used along with gelatin and albumin for manufacturing of imitation horns and tortoise shell. هاي أهم استخدامات صناعية مو كلش مهمة. إنه تستخدم
بعد ما يخلطوها ويا جيلاتين أو ألبومين صناعة فيك تورتس شيل اللي هي صدفة السلحفات أو قرون. فهاي مجرد يعني استخدامات صناعية يعني لا تركزون عليها. They are widely used in leather industry for conversion of hide into leather. زين. The process being known as tanning. Tannins are also used for clarifying beer or wine, photography, and as an as a coagulant rubber manufacturing. Tannins are used for the manufacture of gallic acid and pyrogallyl, and sometimes the agent in analytical chemistry. هاي بشكل عام قلناها الفوائد أو استخداماتها. Bioactivity in vitro شنو وظيفتها داخل جسم الإنسان. Tannins possess various in vitro bioactivities. أهم ال in vitro activities داخل جسم الإنسان غير ال astringent effect اللي حشيناه. They have antioxidant, antimicrobial. حتى قبل شوي قلنا لكم بي anti HIV effect. Tannin inhibit lipid peroxidation and work as a scavenger for free radicals. Most of activities of tannins include their free radical scavenging capacity, largely depend on their structure and degree of polymerization. ليش تشتغل كسكافنجر ك يعني شلون الماكنسة الكهربائية اللي هي تشفط الفري راديكلز؟ بسبب ال structure مالتها اللي هو polyhydroxyphenolics and they are polymers. فكل ما يزداد حجمها راح تقدر تسوي capturing. شلون الشبكة مالت الصياد راح تسوي capturing لل different free radicals or even metals. فبالتالي راح نقدر نستخدمها ك antidote or as antioxidant. What is more, tannins seem to be affect bacterial growth by several mechanisms. They inhibit the extracellular microbial enzymes. حكينا لكم اياها مثلا بالرمان. الانزيمات الموجوده او اللي يفرزها البكتيريا على مود تسوي مثلا digestion للفود راح يسوي لها inhibition، وبالتالي راح الميكروبيال او الميكروب راح يصير له well nourished أو ما راح يحصل فود، وبالتالي راح يموت الكائن الحي أو هو الجراثيم أو البكتيريا. As well as the deprivation of substrates required for microbial growth. مثلاً يتحد ويا البروتينات أو ويا الأمينو أسيز، وبالتالي يمنع absorption مالتها بالنسبة للكائن الحي اللي هو العفو اللي هو البكتيريا. These can also be directed by the way of action of microbial metabolism through inhibition of oxidative phosphorylation. ف كذلك انه هي هاي التانينز تسوي inhibition للoxidative phosphorylation، انه تمنع هاي البروسيس داخل الكائن او داخل البكتيريا، وبالتالي البكتيريا بالنهايه كمحصله راح تموت او ما راح تقدر تعيش داخل هاي الانفايرومنت اللي بها التانينز. Antiviral activity is mainly via inhibition of virus absorption. وشكرا جزيلا لحسن اصغائكم. اذا عندكم اسئله فاي شيء مفاهيمي اعيد لكم اياه. اهلا وسهلا. العفو دكتور، هاي العوائل والاجناس للحفظ اللي مأشرها بالبولد حفظ، ما مأشرها بالبولد مو حفظ. أي سؤال آخر؟ فإذا ماكو عندكم أسئلة فتقدرون يعني تغادرون.
والاسبوع الجاي عندكم ان شاء الله امتحان. اذا تقدرون تسوون امتحان يعني بالماده اللي ندخل بعد 3 محاضرات يكون افضل، حتى تقروهم كلهن ويصير بدل الامتحان امتحانين يعني. شنو رايكم؟ ماشي اوكي. نعم عن تطبيق بسيطة إن شاء الله خير. شكرا جزيلا.